تواصل رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمال تعقيم وتطهير البيت العتيق وسطحه أيضا وساحاته ومرافقه وتهيئة للزوار والمصلين 10 مرات يوميا عبر أجهزة ذكية وروبوت أيضا للقيام بعمليات التعقيم، إضافة إلى منظومة عمل يقوم بها 4000 عامل وعاملة على مدار الساعة تم تأهيلهم وتدريبهم للقيام بأعمال غسيل كفريق أيضا وكفرق عدة وفق النظام الدقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات وشرف المكان والزمن. وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا من مكة المكرمة مراسل الإخبارية باسل ممدوح. باسل مساء الخير وشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. باسل، ما تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعدد نشوف وراك أيضا خلفك هناك يبدو أن هناك تعقيم، يريد تشرح لنا أكثر عن التعقيم وخدمات المعتمرين والمصلين. في البداية أول شيء أهلا وسهلا فيك عزيزي فيصل وبالسادة مشاهدي قناة الإخبارية، وجمعة مباركة على الجميع. بالتأكيد نحن الآن نقف في المسجد الحرام، تحديدا هنا خلفي في هذا المكان جبل الصفا. طبعا نشاهد هنا الجميع يلتزم بالإجراءات الاحترازية، المعتمرين والمصلين هنا جميعهم يخضعون لأداء العمرة ومنسك العمرة. طبعا التعقيم داخل ساحات المسجد الحرام وأروقته يتم على مدار 10 مرات يوميا بأجهزة ذكية بأيدي عاملة مجهزة مدربة على العمل في جميع أروقة المسجد الحرام. طبعا كما تشاهد كاميرا الإخبارية الجهاز الذكي روبوت لتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وأجوائه للمعتمرين والمصلين. طبعا للحديث أكثر ينضم إلينا مدير عام الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن السويري. في البداية أول شيء أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن على شاشة الإخبارية، حدثنا أكثر ما هي أهم المستجدات الواقعة داخل المسجد الحرام وساحاته من التعقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك وبالسادة المشاهدين ونشكر قناة الإخبارية لحضورها الدائم ومتابعة الأعمال هنا في المسجد الحرام. توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن الزيس والمتابعة الدائمة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ حمد الجابري على دعم منظومة التعقيم هنا في المسجد الحرام وعلى استحداث التقنيات والأجهزة والمعدات الجديدة والحديثة لخلق أجواء آمنة ومطمئنة بإذن الله تعالى لضيوف الرحمن معتمرين ومصلين وأيضا في الحج العام الماضي. مؤخرا تم إدخال خاصية التعقيم باستخدام الرذاذ البارد أو البخار البارد الضبابي كما يعرف لتغطية مناطق أوسع وأشمل هنا في المسجد الحرام. لدينا هنا في المسجد الحرام في منظومة التعقيم ولله الحمد منه أكثر من 1200 أداة وجهاز للتعقيم، لدينا أكثر من 500 صبان لتعقيم الأيادي هنا في المسجد الحرام، لدينا أكثر من 550 مضخة للتعقيم اليدوي للأسطح، لدينا أكثر من 11 روبوت ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي تعقيم كافة أرجاء المسجد الحرام. أيضا لدينا هنا أكثر من 20 جهاز بايوكير، لدينا 20 جهاز للضباب البخاري، لدينا الحمد لله منظومة التعقيم كاملة وبإذن الله تعالى في المسجد الحرام. على مدار 24 ساعة يتم تعقيم المسجد الحرام كم مرة لخلق جو آمن وبيئة آمنة؟ التعقيم مستمر هنا في المسجد الحرام لمدة 24 ساعة، وعلى مدار الساعة فرقة تعقيم لدينا أكثر من 70 فرقة تعقيم تعمل في كافة أرجاء المسجد الحرام ومرافق الخارجية دوت مياه الله يكرمك وأيضا الساحات الخارجية على مدار الساعة. الفرق أيضا في فرق في إدارة تطهير المسجد الحرام تعمل غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا أيضا باستخدام أجهزة وتقنيات عالية ولله الحمد منه. أيضا هناك فرق ميدانية لزيادة عملية التعقيم سواء بالأجهزة أو المعدات حسب ما يطلب الحالة. شكرا لك أستاذ حسن، كنت معنا ضيفا على شاشة الإخبارية، شكرا لك. طبعا كما نشاهد أخيرا نحن الآن نقف في المسجد الحرام نشاهد جميع الأجهزة تتم تعقيم المسجد الحرام وساحاته. هنا لقطة أخيرة ختامية لهذا الجهاز لتعقيم المسجد الحرام. طبعا هذا كل ما لدي، عودة لك عزيزي فيصل في الاستديو.
شكرا جزيلا لك زميلي باسر الممدوح على هذا التقرير وأيضا لضيفك.